يسأل عن صلاة الوتر، هل هي ركعة واحدة أم ثلاث ركعات؟ ولماذا سميت بالوتر؟ أيضا سؤاله الآخر يقول، أو هذه إحدى الأخوات تقول: كنت حاملا وأجهضت حملي منذ 20 يوما ولا يزال الدم معي، فهل يجوز لي أداء الصلاة وأداء العمرة؟ أولا ما يتعلق بصلاة الوتر، بصلاة الوتر، فالوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. نعم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر ب11 ركعة. نعم. وكذلك ثبت عنه أنه أوتر بما أوتر به سردا، فأوتر بالصلاة بشهاد بتشهد واحد وسلام واحد، وأوتر بخمس مثل ذلك، وبسبع وبتسع وب11، فكل ذلك جائز. أما القول لماذا سمي وتر، فالوتر هو الفرد، وهو أن الوتر أقله ركعة، والوتر هو الركعة الواحدة، وما معه فهو تابع له وجزء منه.